الشوط الثاني فتحت البوابات وانطلقت الجياد والأفراس المنتجة محليا عمر السنتين التي لم تربح في شوطنا الثاني من علامة 1400 متر مقدار الجائزة 27,000 ريال على جائزة سعد بن هديب الجياد والأفراس المنتجة محليا عمر السنتين التي لم تربح. والأزمع الآن يحاول مع محاولات في هذه اللحظة للهايب من الداخل والمحاولات تأتي كذلك من 12 شد والمحاولات من الخارج الآن لمجدف الآن التقدم للأزمع ابن سوفنير كوبي في هذه اللحظات. عبد الله سليمان العظيم يحاول مع الأزمع في هذا الشوط الشوط الثاني في محاولة للأزمع للخروج من هذه الفئة فئة الخيل التي لم تربح مع محاولات من الثنائي مجدف وكذلك 16 لهايب التي تشارك المرة الأولى لإسطبل قلايد الخيل مع محاولات المنعطف الأخير بداية الخط المستقيم في هذه اللحظات الأزمع للإسطبل الأحمر سمو الأمير فيصل من خالد بن عبد العزيز ومحاولات الفوز بالمركز الأول كما فعل هذا الإسطبل في الشوط الأول. الأزمع ابن سوفنر كوبي بقيادة عبد الله سليمان العظيم يحاول مع محاولات من البقية الآن وشاهد مثال من الخارج الآن يحاول الدخول في هذه اللحظات من البقية دخول الآن من 11 طاب في هذه اللحظة خمسة أيضا يدخل عسر المنال في هذه اللحظة عسر المنال يحقق المركز الأول والمركز الثاني لطاب بعد الدخول والتنافس المثير في اللحظات الأخيرة. إذن عسر المنال